بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. اعذروني انا صوتي رايح الحقيقه من امبارح. كلنا كنا فرحانين، السعاده كشيء جميل جدا، ودائما ابدا النادي الاهلي هو مصدر سعادتنا. بكره سنه جديده او نهايه سنه قديمه بكره ان شاء الله، وكان نهايه سعيده زي ما بيقولوا، مش بطوله واحده دخلت النادي الاهلي ولكن بطولتين، وبطولتين جم بعد عناء ومشقه وظروف صعبه ومعوقات انتم عارفينها وانا عارفها كويس جدا، ولكن ان شاء الله سبحانه وتعالى ان جمهور النادي الاهلي يفرح بايد ابطاله وبطلاته. النهارده حلقتنا هتبقى احتفال ببطلاتنا وابطالنا، وعايز اقول لكم ان هم ابطال بمعنى الكلمه، هم صحاب البرنامج، صحاب برنامج الابطال، هم البرنامج معمول عشان نبروز مجهودهم وكفاحهم وبطولاتهم. في البدايه بحب ارحب طبعا بالمدرب العام للفريق الاول لكره السله سيدات، واللي كان له دور كبير جدا في احراز البطوله، الكابتن كريم اسماعيل. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم، منورنا والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك ومبروك لينا كلنا ومبروك لجمهور النادي الاهلي. الله يبارك في حضرتك يا كابتن. معانا نجمه الفريق واللي كان ليها دور كبير والعائده بعد رحله دراسه ولعب في امريكا في دوري طبعا الام بي اي، دوري سوري الجامعات، ان شاء الله يبقى حاجه كويسه ان احنا نقول ام بي اي غلطنا، ودوري الجامعات الامريكي، والحقيقه حققت ارقام كبيره، رجعت طبعا كانت اضافه كبيره للنادي الاهلي في البطوله دي والبطوله السابقه اللي هي بطوله القاهره. معانا نادين السلعوي، اهلا بيك يا نادين. اهلا بحضرتك والف مليون مبروك وعودا حميده. شكرا شكرا. الله يبارك بحضرتك، مبروك علينا كلنا ومستنيين بطولات كتير. احنا لسه اكيد لسه اول حاجه لسه ده كده بطولتين كده احنا لسه بدايه لسه كله. كابتن كريم اجيلك، يمكن بطوله كانت صعبه، هي تاني بطوله في الموسم، يمكن بطوله القاهره ما كانش فيها الصعوبه دي، ولكن البطوله دي كان فيها بعض الظروف الصعبه، مش بعض ده كتير من الظروف الصعبه. احكي لنا يعني عن الظروف دي، ازاي اتغلبتوا عليها وازاي لغايه ما وصلنا لمنصه التتويج. والله يا كابتن هيثم زي ما حضرتك قلت، هو هي فعلا ظروف صعبه من اول ما السنه بدات، يعني احنا كفرقه لسه متجمعين فرقه جديده، حصل لنا ظروف، عندنا اصابه بتاعت نور علي طلعت، بعد كده نادين اتصابت، بعد كده دخلنا في شويه مشاكل، فبعد كده رحنا نلعب فاينل الدوري، حوار الكورونا ده والمساحات دخلنا في توتر غير طبيعي. احنا جينا قبل الماتش بيوم هنعمل مسحه يعني، خلص الساعه 4 بالليل 4 الفجر، فما كنا رايحين الجيم احنا مش عارفين مين معانا ومين مش معانا، فلحد ما وصلنا الملعب احنا مش عارفين يعني مين هيبقى كويس، يعني احنا الحمد لله بناتنا كلها كويسين جدا، احنا رايحين مش عارفين ال 12 مين، يعني كابتن علي لحد ما احنا وصلنا نزلنا من الاتوبيس احنا مش عارفين مين ال 12. صحيح. احنا قلنا حتى الكابتن هاب الكونجا مدرب الاحمال قلنا له نسخن ال 14 لحد ما قالوا لنا الاسامي. مش عارفين الجهاز ولا اللعيبه، مش عارفين اي حاجه. انت مش بس مين اللي هيلعب، انت مش عارف عدد اللي هيلعب قد ايه كمان. مش عارفين يعني. انت ممكن يبقى في بعد الشر 7 8 فعلا، في 6 فعلا. لا 7 8 كان الماتش اتاجل، انما في 6 6 كتير برضه. كانت مشكله كبيره، بس احنا البنات عندنا كان عندهم وعي كبير جدا في الحاجات الاحترازيه دي، ولحد ما رحنا الجيم وطلعت النتيجه ان احنا كان عندنا واحده هاجر لعيبه 18 سنه والحمد لله والحمد لله باقي ال 12 لعيبه كانوا جاهزين وربنا كرمنا ولعبنا الجيم الاولاني. طب يا كابتن، يمكن سبورتنج برضو كان ينقص عدد كبير من اللاعبين، بس عملوا جيم كويس، يعني قصدي اقول لك ان برضو المنافس ما كانش سهل. بص يا كابتن هيثم، هو نادي سبورتنج طول عمره منافس قوي في البنات، يعني من زمان جدا هو منافس قوي. بينقص لعيبه، احنا برضو ناقصين ناس، يعني احنا ناقصين، بس احنا مش هنطلع نقول الظروف من اول السنه احنا ناقصين فلان او فلان، هم كانوا ناقصين عناصر مؤثره، عناصر مؤثره، بس برضو احنا العناصر اللي عندنا مؤثره جدا برضو. صحيح، يعني انت قصدك غيابات عندنا وعندهم، وكان الجيم في الملعب وكل يعني هو هيفضل حتى البطولات اللي جايه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل فاينل، هتبقى المباراه قويه جدا. يعني هما لما هيكملوا احنا نكمل، هتتفرج على ماتش كبير بس جدا، بس المساحات تتعمل بدري شويه. هتتفرج على كابتن هيثم على ماتش كبير جدا بين الفرقتين، الفرقتين محترمين جدا، سواء كابتن علي مدير فني هنا وكابتن عمرو عاشور هنا والعناصر هنا، الفرقتين منتخب مصر. صحيح صحيح، فهتتفرج على ماتش احسن من ان احنا شفناه. دي لقطات النهائي يا كابتن، يعني نادين هي لقطه نادين، ده الماتش الاولاني طبعا مع سبورتنج. نادين اجيلك، يمكن انت رحتي دراسه في امريكا وعملت ارقام كويسه جدا، كنا متابعينك وشفنا ارقامك في الجامعات كانت ارقام كويسه جدا، ورجعت قعدتي شويه، لا نادين راح المانيا، مش رايحه كورونا مش كورونا، احكي لنا القصه دي.
بص، كان صراحة قرار صعب جدا. انا كان حلمي يعني ان انا اكمل واروح اوروبا بعد ما خلصت في امريكا، بس طبعا الظروف كورونا ما كانتش احسن حاجة، ف يعني مشاجرات كده مع اهلي وحسبت كل حاجة كده بروز وكونز، فطلعت بقى ان احسن حاجة ان انا يعني افضل موجودة وارجع النادي الاهلي واديله الخبرات اللي انا كسبتها هناك، وده نادية في الاول وفي الاخر. والحمد لله يعني انا شايفه الحمد لله ان انا خدت القرار الصح، وطبعا مش ندمان عليه خالص مستحيل، ومبسوطه جدا بادائي اللي انا نزلته، والحمد لله حققت اول بطوله مع نادي الاهلي. طب نادين، يمكن اسر كتير مثلا بيبقى ليهم يعني او عندهم بنات على قدر فني عالي في العاب كتيره، وبيجي لهم فرصه انهم سكولارشيب بره في امريكا او غير امريكا، ولكن اهاليهم بتقول لا وبنات ما يسافروش ويعملوا، تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان دي فرصه ما تتعوضش، فرصه بجد مش بتيجي كتير، لو ما خدتيهاش هتندمي عليها جدا، بتكتسبي خبرات كتيره جدا بره حتى الباسكت، وهناك الدراسه بتبقى اول حاجه بالنسبه لهم، فانت بتبقي غصب عنك بتنجحي دراسيا عشان تتفوقي في الرياضه وتبقي ملتزمه هناك. فطبعا يعني ضغط من ناحيتين، دراسي ورياضي كمان، بالظبط لازم تحافظي على مستواك عشان تقدري تلعبي اصلا. بالزبط. في الماتشات لازم جي بي اي معين، وهناك هم الصراحه انت عندك جدول على موبايلك كل يوم الصبح تفتحي تشوفيه، انت يومك كله منظم جدا، فعلا ما بيبقاش عندك وقت اصلا ان انت تعملي حاجه بره، مع بره الفرقه بره المكان اللي انت فيه، وهناك هم انت فاميلي، انت واحده منهم، كل واحد يعني بنتحرك كله مع بعض، فالحياه منظمه جدا، واللي هم بيساعدوكي عشان تقدري تنجحي، وبيبقوا عارفين ظروف ان انت جايه كالتشر مختلفه وكل حاجه مختلفه، فهم بيبقى في فاكتورز كتير جدا وبيبوش ناس معاكي ان هم يساعدوكي ان انت توصلي يعني اللي انت عايز تحققيه. اضافت لك التجربه دي يعني جدا جدا جدا، يعني احلى 4 سنين في حياتي اكيد. طب ولما رجعتي النادي الاهلي وبداتي معاهم ماتشات، يمكن بطولتين حصلتي عليهم لغايه دلوقتي نديم ما شاء الله يعني، ولسه عندنا الكاس جاي اهو، ولسه عندنا الله. دوري ان شاء الله السوبر، يعني حاسه فرقتنا ان شاء الله يعني قادرة انها تاخد البطولات دي، ولا محتاجين لسه شغل تاني، محتاجين تمرين، محتاجين تجانس، شايفة ايه؟ انا شايفة ان شاء الله احنا السنة دي مفيش بطولة، يعني ان شاء الله كل البطولات تبقى مع الاهلي ان شاء الله، حتى افريقيا ان شاء الله لو الاهلي استضافها السنة دي شهر مارس ان شاء الله. ان شاء الله نفسكم تلعبوها يا نادين؟ نفسي جدا العبها يعني. ان شاء الله ان شاء الله نقدر نحقق ونكسبها وناخد مركز اول. انا شايفه ان احنا في عناصر كتير جت الفرقه السنه دي، للاسف حظنا مش حلو في الاصابات، كل ما نرجع نتلم نفقد حد اصابه، كانت اخر واحده كانت مية حلوه، كنا اكيد لو كانت معانا في ماتش سبورتنج كان برضو الدنيا هتختلف جدا. معانا نور علي طلعت اصابتها، بس ان شاء الله يعني قريب تكون ترجع معانا. الماتش الاخير رنا اتصابت، صبحت خلع وترد، ففي يعني الحمد لله هي كويسه، بس محتاجه تثبت صباحها مثلا اسبوع ان شاء الله، ان شاء الله وتكون معانا تاني. للاسف ان احنا في ناس طالعه داخله مش مديانا ان احنا نقدر ننسجم اسرع، فالموضوع بس يعني واخد وقته معانا، بس انا شايفه ان كل اللعيبه اللي جت جديده كلها عندها اكسبيرينس كويسه جدا، وكلهم دخلوا منتخب مصر وكلهم عارفين ازاي يعني يتعاملوا مع بعض، واحنا يعني حابين ان احنا ان شاء الله يعني نكسب كل البطولات ونعمل على كده. نادين برضو حتى تجربتك في الجامعه علمتك ازاي تتكلمي في الميديا، يعني انا حاسس ان انا اتكلمت معاكي قبل كده والله انا بكلمك انت اتكلمت معاكي وعملت معاكي لقاءات قبل كده، بس ان دلوقتي بقيت حد تاني خالص. انا اصلا انا دارسه دلوقتي شفتي بقى ممكن اتيك اوفر خالص دلوقتي يعني عملت معاكي قبل كده كنت بتتكسي وبتاع، دلوقتي بقى عندك خلي بالك جزء من الكالتشر، يمكن كابتن كريم معايا يعني اكد الكلام ده، من كالتشر اللاعب او اللاعبه ازاي تتكلم مع الميديا طبعا، لان ده شيء مهم جدا وجزء لا يتجزا من شخصيه اللاعب، صح ولا غلطان؟ طبعا 100% اكيد. كابتن كريم، يمكن كلمني عن كواليس اكتر، كلمني عن انتوا كجهاز فني اتكلمتوا مع بعض وقلتوا ايه، كلمني مع الجهاز الفني لما عرف ان في مساحه، يعني كلمني عن الكواليس، انتوا كنتوا بتقولوا ايه مع بعض؟ كابتن علي جمعنا انا وكابتن احمد ابراهيم والجهاز كله قبل المسحه، ان احنا الحمد لله فرقتنا فيها عناصر كتير كويسه، ان انت تعرف تحط 12 في السكور بتبقى بالنسبه لنا ازمه، ان لعبتنا الحمد لله بتبقى كلها جاهزه وكده، فقبل ما المسحه تتعمل كنا احنا محتارين مين يطلع ومين يخش، فما صحيح. فالمسحه دي بقى خلتنا قلنا ستوب، احنا
نستنى بكره، احنا مش عارفين هيحصل ايه بكره، هيطلع من ال 12 هيطلع تفكير المتجهز الفني اكيد اتشل. اه طبعا مش عارف انا هلعب منين يعني. احنا كنا عاملين حسابات على ناس احنا مش عارفين الناس دي هتبقى موجوده في ال 12 ولا لا. لما بلغته من الحمد لله نتائج كلها سلبيه بعدها هاجر يعني ربنا يا رب يشفيها ان شاء الله، واكيد باذن الله بسرعه ترجع واكيد انتم مطمنين عليه. احساسكم كان ايه لما عرفتوا ان المسحه كلها سلبيه واللعيبه معانا؟ اكيد بقى عندنا راحه شويه قبل الجيم، بس برضو البنات لما نزلوا احنا كجهاز ارتحنا، بس هم كان عندهم نوع من التوتر صحيح. كمان حسنا خلينا نتكلم يعني بمصداقيه اكتر، حتى هم بيسخنوا لعيبه سبورتنج لما اتاخدت من فرقه سبورتنج. لسه بقى بكلمك لما تاخدت اسالك لسه انت واخد السؤال بعد ما هاجر خرجت. طبعا كلنا كانسانيين طبعا كلنا مشاعرنا بدات تروح ان هم كانوا بيسخنوا مره واحده، لو هاجر فضلت الفرقه كلها تبص الناحيه الثانيه ايه اللي بيحصل. صحيح. فده جو التوتر كله صحيح. فحتى هتلاقي احنا كلعيبه في الملعب مش كل واحده طلعت بمستوى احنا حسينا التوتر. توتر غير طبيعي. توتر يعني غير حتى طبيعي حتى مش بس على السبورتنج اللي اتاخد هاجر. لا هاجر لما اتاخدت احنا يعني مشاعرنا كلنا كلعيبه او رياضيين اتخطفنا احنا مش عارفين يا جماعه ان هاجر برضو لعيبه كبيره جدا. انتوا عرفتوا ان عملت مسحه وبعد كده طلعت وبعد كده طلعت سلبيه تاني يوم نفس اليوم على طول ما يعني هي دي اللي في خطأ في ده الموقف ده اللي خلانا مش عارفين احنا رايحين على فين يعني. صحيح. الجيم التوتر والبنات بدات خلاص كل واحد بقى مش عارف اللي جنبه ده عامل ازاي. توتر صحيح. فهي دي اللي خلتنا اتاثرنا شويه في المستوى بس بالذات في الماتش الاول. خلينا نروح برضو اكتر للتفاصيل وخلينا نعرف منك قاعدين يعني بعد ما سمعنا كابتن محمود الخطيب امبارح ومتابع المباريات وبعت لكم تهنئه، خلينا عايز اعرف يعني رد فعل ايه على اللاعبات. ولكن خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل ونرجع نعرف اللاعبات واللاعبين. خلينا دلوقتي نتكلم مع اللاعبات لما عرفوا طبعا بيان الكابتن محمود الخطيب وتأييده ومباركته للاعبات، احساس اللاعبات كان ايه، ولكن بعد الفاصل.